استاذ احمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا اخي الفاضل؟ اتفضل ازيك يا ست؟ اتفضل يا فندم. عندي والله مشكله زوجيه. اتفضل يا فندم. عندي المدام بتاعتي ابوها جه شتم من اهلي وخدها وقال لي بنت تتغدى معايا وهنجيبها وتعالى خد الشقه انا. وكان كنت خلاص بالشقه، خدت الشقه، كان بيبعت لي عيال صغيره يعني يرن عليا في التليفونات مش عارفين نعيش، ومشاكل جنبي اول وعامل لي اسحار ودايلين بقى المشاكل حاجات مش عارف. وانتهى الامر، المشكلة انتهى الامر الى ايه يا استاذ احمد؟ يعني انتهى الامر دلوقتي، الشكاوى دلوقتي وفي المحاكم وشاكين ومبهدلين في المحاكم. وحضرتك يا استاذ احمد ما فيش اي يعني تصرف من قبل حضرتك تجاهه ما كانش مظبوط، ما فيش اسانا اي زعل اليها؟ بيني وبينهم، ما نعم. فيش اي زعل بيني وبينها خالص. طب وليه التاثير لمجرد ان السلبي انا ده؟ رحت اجيبها اتصلت عليها قالت لي تعالى خدني، فرحت اجيبها ما رضيش الله ما رضيش يخليها تروح معايا، قال لي عاوزه جوزك، قالت له ايوه عاوزه جوزك، قالت له ايوه عاوزه جوزك، قال لي قالت له ايوه، وبصت لي قال لي احنا يا جوزك. طب الامور وانت انتهت تحديدا، ايه في وجهة نظرك يا استاذ احمد يعني ليه بيعملوا كده؟ ايه اللي مش من عارف ورا ده؟ معايا عيل صغير مش عارف اشوفه. لا يعني انت شايف هما ليه بيعملوا كده؟ الناس اللي بيسعوا لخراب البيت ده ليه بيعملوا مش كده؟ عارف، ها؟ مش عارف والله يا فندم. مش ولا شايف اي سبب؟ هما كده خدوها ولا وهي خلاص من غير اي شخصية ياخدوها يحبسوها في البيت، ما تروحيش لزوجك يا احنا يا زوجك، ما تقول لهم انا عايزة زوجي. الله، ما اعرفش هي عاوز ايه بالظبط، ماشيه معاهم برضه كده هطيرهم. كلامك شوية شوية يا أستاذ أحمد، كلامك مرة بتمشي معاهم مرة لا، قالت لهم أنا عايزة إنها ترجع لحضرتك. في أكيد شيء مفقود بالنسبة لي أنا في السؤال ده يا أستاذ أحمد، صح؟ في شيء أو أشياء ايوه مفقودة في السؤال، أكيد في شيء، ايه إنما الأمور أكيد في شيء يا أستاذ أحمد، انما انا مش هاجي اقول لا اصلها بتعوم على عمهم شويه وبعد كده ارجع اقول لا هي كانت عايزاني ترجع لزوجها وبيتها. اكيد في مشاكل حصلت وهم خدوها وبسبب المشاكل دي هم بيأثروا عليها، لكن مش معقول كده من لا شيء هم خدوها، ده انحراف يعني، شيء مش مفهوم لا والله ما في مشاكل بيني وبينها خالص يا استاذ احمد. والله، والله ما في مشاكل، اي طب هي مشاكل ليه بيني وبينها بتميل بتتأثر بكلامهم لما ما فيش مشاكل؟ مش عارف. يعني هي عايزة ترجع ولا مش عايزة ترجع؟ هي عاوزة ترجع، طب ما حضرتك من شوية لسه بتقولي مش عايز ترجع. ما مش عاوزة ترجع، قالت لك شقة بره، ما هم قالوا ضغط عليها قالوا خلي عشان تاخد شقة بره، خد شقة بره، وحضرتك خدت الشقة بره؟ خدت الشقة، اه. انه ايه يا فندم؟ خدت الشقة عندهم هناك. يا استاذ احمد مفيش حاجة تانية عايز تقولها؟ شكرا للاستاذ احمد. يعني في اسئله كده من نوع اللي هو يعني الدنيا ضبابيه بالنسبه لي، احنا مفيش مشاكل مع بعض وجم اهلها خدوها ومشيوا، انا بقول انه في مشكله، حضرتك بتقول لا مفيش مشكله، فلو في مشكله يا استاذ احمد ارجو ان حضرتك تكون صريح مع نفسك، لكن مفيش مشكله وجم خدوها ومشيوا يعني يبقى الناس مختله، في حاجه مش مظبوطه، فلو خدوها ومشيوا وهما بيأثروا عليها لسبب ما لازم نعرفه، هما عايزين يطلقوها ليه من حضرتك؟ وحضرتك كمان بتقول ان في ولد، لو استمر الامر على كده يبقى لازم الجا لحد قانوني عشان اعرف ازاي ارجع زوجتي اللي هما يعني وكان حضرتك عايز تقول خاطفينها وقافلين عليها. والامر على هذا الحال محتاج استشاره قانونيه عشان حضرتك تعرف ازاي تسترد هذه الزوجه وابنك الكريم. لكن حضرتك الدنيا ما فيهاش مشاكل وهم جم خدوها، كلام يعني مش منطقي بالنسبة لي يا أستاذ أحمد. يعني أنا عشان أجيب عن شيء لابد أن يكون واضح المعالم، مع كامل احترامي وتقديري لحضرتك، يمكن حضرتك شايف إن مفيش مشاكل، يمكن في مشاكل هي حكي عليها ليهم وما قالتش لحضرتك إنها حكيتها، لكن أكيد في شيء اللي خلاها تمشي واللي خلاهم يجوا ياخدوها ويمشوها من البيت بهذه الصورة، وكأن حضرتك عايز تقول في الكلام مخطوفة، يعني أهلها خاطفينها مش عايزين ينزلوها ترجع لحضرتك، لازم حد قانوني في هذا الأمر، ليس عندي ما يفيد أكثر مما قلت يا أستاذ أحمد، فلازم حد قانوني يعين حضرتك على بالنصيحة اللي حضرتك الواجب الأخذ بها. سلام.